حققت وزارة البترول والثروة المعدنية إنجازا ضخما في اكتشافات الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع الماضية. كان من ضمنها حقل النورس الذي ينتج أكثر من مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ما ساهم في زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي. منذ عام ونصف مضى جئنا إلى دلتا النيل وتحديدا إلى حقل النورس لنشاهد الإنجازات التي تمت على أرض الواقع. وكان إنتاج الحقل حين ذاك 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وبعد عام ونصف مضى ذهبنا إلى الحقل أيضا، لكن هذه المرة وجدنا أن حجم الإنتاج فاق المليار قدم مكعب من الغاز يوميا. النورس اللي أنا بعتبرها طول النجاة بالنسبة لمصر لإنتاج الغاز، وفي نفس الوقت بعتبرها لإعادة الأمل والشباب لعقول دلتا النيل. في محطات أبو ماضي بيتواجد برضو الورادي الـ 24 ساعة، بحيث إن احنا نحافظ على الكمية الغاز اللي احنا وصلنا لها. وصلنا بالبوتاجاز لحوالي 230 طن. الشغل كان مستمر على مدار اليوم 24 ساعة عشان نقدر نحقق الإنجاز بتاع النورس في الأول من خلال حفر الأبار وعمل الخطوط توصيل الغاز لغاية الحقول هناك في الحقول. بصراحة كان تيم وورك والناس كلها ما حدش ادخر أي مجهود في سبيل إن احنا نوصل للرقم اللي احنا وصلنا له ده. حقل النورس الذي ساهم في تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، أعمال التنمية فيه لا تتوقف، حيث تشير المؤشرات بأن هذا الحقل العملاق سوف يفوق إنتاجه المليار ومائة مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. النهاردة نقدر نقول إحنا تجاوزنا المليار، مليار ومائة مليون قدم مكعب في اليوم، وده نقدر نقول ان دي كانت مفاجأة كويسة لينا وللشعب المصري، ان احنا نقدر ان احنا كنا عاملين دراساتنا وعاملين اقتصادياتنا على اعتبار ان احنا هنبقى عندنا بالكتير 350 ولا 400 مليون قدم. النهاردة وصلنا لواحد واحد من عشرة مليار قدم مكعب في اليوم. في نفس الوقت مش بس كده، انه كمان انه لان في المياه الضحلة استطعنا ان احنا نعجل بهذا الانتاج. معنى كده احنا بدأنا نشتغل في اغسطس 2015، من اغسطس 2015 قبل نهاية 2015 كنا بدأنا ندخل على الانتاج بعض الغاز من هذا الحقل، وبدأنا 100% في 100% في 100% لغاية مدار سنة 2016 كلها، ثم في 2017 حتى بنضيف أبار جديدة، وتم الاتفاق مع شركة إني الإيطالية ان احنا نزود كمان أبار. احنا وصلنا ل 11 بير النهاردة. انجازات عديدة حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية على أرض الواقع، تلك الإنجازات تؤكد بأن مصر لديها فرصا واعدة للاستثمارات البترولية، كما تؤكد أيضا بأن مصرنا الحبيبة تتقدم وبسرعة في طريق التنمية. أحمد أبو علمنا للتلفزيون المصري.